أحبتنا متابعي عين على المشرق، أسعد الله مساءكم. اليوم نحن مع الشباب، اليوم عين على المشرق الذي يحب الشباب، وللشباب حصة كبيرة في برنامجنا. جئنا في هذا المساء نتحدث عن شبابنا، نتحدث عن شهادتهم، عن حضورهم، نتحدث عن تجربتهم. اليوم كل المؤسسات والهيئات والمجتمعات تتحدث عن دور للشباب. يا ترى هل شبابنا المسيحي يدرك أن له دور؟ بل هل يسعى لهذا الدور؟ هل يعرف هذا الدور؟ وربما يؤمن أن له أكثر من دور، يؤمن أنه يحمل رسالة، إنها رسالة مطلوبة كنوع من الوفاء للأرض، للوطن، ومن قبل ومن بعد رسالة تستجيب للسماء. الكتاب المقدس يخاطب الشباب ويحب الشباب، وهناك الكثير من الأحاديث التي تحث شبابنا على أن لا يسمح لأحد أن يستهين بفتوتهم. في هذا المساء جئنا معكم لكي ندخل في مجتمع شبابنا، ولهذا خرجنا من عمان وذهبنا إلى الزرقاء، وهناك نجد صورة للشباب العامل الناشط، للشباب المؤمن، للشباب الذي يحمل رسالة. وهذه الرسالة التي تجمع ما بين الإيمان، ما بين السماء، ما بين الكنيسة والوطن والمجتمع والمدينة. رحبوا معي بالشاب، الشاب المتجدد والناشط الشبابي الذي سوف تتعرفون عليه في هذه الأمسية، الأمسية الطيبة. إنه هذا الفاخوري السلطي ابن الزرقاء، ومن قبله هو هذا الأردني الشهم النشمي ركان عصام فاخوري. الله حيه. الله يسعد أخونا، يسعد مساك. الله يسعد المساء. بداية شكرا على هاي المقدمة اللي أنا كشاب كمان بعتز وبفتخر فيها، وشكرا لك على هذا اللقاء وعلى هاي الدعوة. واليوم بوجه لك تحية أنت ولفضائية نورسات كمان اللي دايما حاضرين. اليوم إحنا كشباب من واجبنا إنه إحنا نكون موجودين كمان، لأنه هذا الشيء عم بنادي فيه كمان جلالة سيدنا. واليوم إحنا كمسيحيين المشرق إن حضور وإن وجود، واليوم إحنا إن تاريخ كمان وإن إرث عم بنحاول إنه نحييه دائما وأبدا. وشكرا على المقدمة اللي أنت حكيتها اليوم. أنا بعتبر حالي أردني عربي، بعتز وبفتخر بهاي الهوية. بعدين بنحكي كمان إني أنا صلتي اللي بعتز وبفتخر كمان بهاي المدينة اللي قدمت شخصيات لها البلد. وبنفس الوقت كمان اليوم أنا بفتخر وبعتز إني ابن الزرقاء. ابن الزرقاء طبعا. أهلا وسهلا فيك ركان. بدي أتوقف عند الزرقاء. أين تجد نفسك أنت الشاب الفاخوري المسيحي الناشط؟ منشوفك بالكنيسة، منشوفك بالكشاف، منشوفك بالأعياد، أعياد الدينية الكنسية، وبنشوفك في الأعياد الوطنية، بنشوفك بأعياد إخوتنا المسلمين. صحيح. بتحرك وين بتشوف حالك أنت؟ شوف اليوم
أبونا عم أنا بحاول إني أبعد عن الهوية الفرعية. يعني اليوم أنا أفتخر وأعتز إني مسيحي، ولكن اليوم أنا بمجتمع مطلوب مني إني أنا أكون موجود فيه، واليوم أنا اللي بوجد حالي مش المجتمع اللي بده يوجدني. فاليوم أنا بأي مناسبة بأي مكان بعتبر حالي إني أنا أردني برجع بعيد، بعدين أنا بروح لإني أنا زرقاوي بشارك الجميع بجميع مناسباته. اليوم زي ما بتعرف الزرقة هي مدينة الجند والعسكر، هي مدينة العمال زي ما بيحكوها، واليوم الزرقة هي مدينة لها طابع خاص عن جميع مدن المملكة. يعني هي تشكل من جميع أطياف المجتمع، فسيفساء الأردن. فاليوم أنا مش مطلوب مني إن أنا أتعامل مع المجتمع إني أنا فقط مسيحي. اليوم أنا شاب أردني، قبل ما أتعمد كنت أردني بعدين صرت مسيحي. أنا مطلوب مني إني أنا أخدم الكنيسة، أخدم مجتمعي، وهي من ضمن الرسالة اللي أنا تربيت عليها وتعلمتها. بتحس أنت إنه بعض الشباب في عندهم إشكالية وأنت بتحكي عن الهوية الفرعية إنه أنا مسيحي، ما بتحس إنه مسيحيتك وإيمانك بدفعك إنك تكون منخرط في مجتمعك وتكون قريب من الناس؟ طبعاً، وخاصة في مدينة زي مدينة الزرقاء. أنا أرى في الشباب فروسية، صحيح. أنا أرى في الشباب حماس، أرى بالشباب هذه الحمية. وين بتشوف أنت الشاب المسيحي؟ وين بتشوف حالك بشهر رمضان بالإفطار، وقت الإفطار؟ أنا اليوم برجع بعيد وبكرر، أنا اليوم ما بتعامل مع حالي كركان إني أنا مسيحي. أنا اليوم بتعامل مع حالي كركان إني أنا مواطن أردني، في إلي حق وفي إلي واجب. اليوم أنا زي أي أردني موجود بهالأردن، إلي حقوقي وعلي واجباتي. اليوم أنا جاري المسلم وجاري المسيحي بتعامل معهم زي الواحد. اليوم المسلم لما يكون هو وقت الإفطار بده يفطر، أنا ما عندي إفطار ممكن أشاركه، أساعده، أسانده، أدعمه، أوقف معه. نفس الوقت كمان أنا اليوم المسيحي بوقت صيامنا ولا بأعيادنا أنا موجود معه. اليوم برجع وبكرر، اليوم إحنا كشباب مسيحيين إحنا اللي بنفرض نفسنا. اليوم هاي البلد بلدنا، ما إنا بديل عنها. ما نعم. باجي أنا بوقف بعتبر حالي مواطن درجة ثانية. اليوم أنا زلمة منخرط بالمجتمع سواء كان بالزرقة أو برا الزرقة، مش بس لإني مسيحي، أنا اليوم أردني. فأنا اليوم مش بس كركان، أنا هاي الرسالة بوجهها لكل الشباب. نعم. وسبق في عدة محاور أو في عدة حوارات طلعت وحكيت إن اليوم إحنا ما إنا بلد ثاني، واليوم أنا كشاب أنا اللي مطلوب مني إني أوجد نفسي. اليوم في نقدر نقول إنه في عنا ضغوطات، بنقدر نقول إنه في عنا تحديات. نعم. نقدر نقول إنه في عنا كثير ظروف عم بنعاني فيها، ما اختلفنا، كلياتنا مرينا بظروف، وكلياتنا عدم المؤاخذة زي ما بيحكوها شقينا الصخر وطلعنا. أنا اليوم واحد من هالشباب طلعت بدراعي. اليوم كإن إرث كعائلة موجودين في الزرقاء من سنوات طويلة، جدي من الشخصيات اللي أسسوا الملجأ العجز اللي موجودين بالزرقاء تعيش، يرحم والدك الله يرحمه، والدي كمان له كمان أثر بالزرقاء. اليوم أنا قاعد بكمل رسالة، والرسالة هاي أنا أخذتها زي ما بيحكوها عهد على نفسي إنه اليوم إحنا كشباب نكون متواجدين وأكمل الإرث العائلي اللي إحنا موجودين فيها. واليوم أنا كشاب مسيحي ما بشوف حالي أنا مواطن درجة ثانية، أنا مواطن درجة أولى زي أي مواطن أردني. نعم. وهذا الإشي اللي خلانا إحنا نشتغل، خلانا إحنا نكون متواجدين بأي مناسبة. بنفس الوقت اليوم إحنا مجتمع الزرقاوي هو مجتمع واحد، ما بورجيك إنه أنت بتعامل معك إنه أنت مسيحي صف على اليمين مثلا وانت مسلم فوت على الشمال، لا، كلياتنا واحد. اليوم فرحنا واحد، طرحنا واحد، مناسباتنا واحدة، هم بيشاركونا واحنا بنشاركهم. مناسبات الكنيسة اللي بنعزموا عليها بيجونا، المناسبات اللي موجودة عندهم بنروح نشاركهم فيها. اليوم احنا كمجتمع زرقاوي مجتمع واحد، ما في عنا فرق. اليوم احنا كشباب مطلوب منا انه احنا نشمر عن ذراعنا، واحنا نشوف الفرص اللي قاعدة بتتيح لنا، اي منفس، اي مخرج نشارك فيها. اليوم انا ما بقدر اعمل اي شيء وانا قاعد بالبيت. اليوم كل السوشيال ميديا انا بقدر افوت اتجول حول العالم من خلال السوشيال ميديا، ولكن ايش انا اخذت شيء على ارض الواقع؟ اليوم اذا انا ما لبست وقمت وتحركت ما في له وجود.
اليوم أنا بقول إحنا كشباب في على عاتقنا كثير شغل، في علينا مسؤولية مجتمعية، مسؤولية تجاه وطننا، إنه إحنا اليوم نثبت وجودنا. اليوم أي نعم إحنا نتعرض لعدة، خلينا نقول قوة شد عكسي، نتعرض لأمور مش كل الأمور خلينا نقول متاحة زي ما بدنا. نعم. وإحنا مش عايشين بالجنة زي ما بيحكوها. نعم. ولكن إحنا اليوم بدنا نتحدى الصعاب حتى إحنا نقدر نستمر. اليوم أنا بشوف حالي كشاب عمري 34 سنة 35 سنة، لسه عدم مؤاخذة ضايل لي 20-30 سنة بدي أظني أنا قاعد بس أقول عن حالي أنا مسيحي وبدي يجيني كل شيء، ما بيجيني. أنا اليوم عضو مجلس محلي بمحافظة الزرقاء بمركز أمن المدينة. نعم. بقعد أنا وعدد من الشخصيات المرموقة اللي موجودة بالمدينة، بيكون في عنا حوارات، ما بيجي بقولوا هذا الشاب المسيحي والله، ولا بيجي بقولوا هذا الشاب المسيحي شو مقعدوا معنا. عاد أنت يعني أنا مرات بفكرك من بني حسن يعني طبعا فزعتنا البني حسن وبحبوك طبعاً. طبعا يعني أنا أرى فيك صورة جميلة لهذا الحضور الشبابي الأردني، وأنت ابن كنيسة صحيح، هل قربتك الكنيسة من الناس طبعا أو أبعدتك عنه؟ لا، اليوم الكنيسة لها دور كثير كبير. نعم. اليوم الكنيسة هي باب ربنا زي ما بيحكوها، واليوم انك تتقرب من ربنا هذا اشي كثير منيح. نعم. يكفي انه بيكون في عندك الرحمة. نعم. اليوم انا قائد كشاف موجود بهاي الكنيسة، في علي كمان مسؤولية اكبر اني انا اكون قدوة لاخوة الكشفيين خصوصا موجودين في الزرقاء او خارج الزرقاء. اليوم انا لما كان في عنا حظر خلال فترة كورونا وبعد الحظر رجعوا دور العبادة، انا اول شاب اردني فات على المسجد عشان اوزع سجادات الصلاة واعقم المساجد مع الشيوخ اللي موجودين، وما استحيت رغم انه تعرضت لعدة هجمات انه هذا الشاب اسلم، هذا الشاب ابصر ايش، وهذا الشاب ابصر شو. بالعكس انا ما رديت انا وكملت واستمرينا بدور بتعقيم المساجد والكنائس، وكان بضمن المبادره اللي انا انشاتها واللي كان معانا فريق كثير كبير بقدم له تحيه من خلالك ابونا. اليوم المسيحيين كانوا يروحوا على المساجد والمسلمين كانوا يفوتوا على الكنائس وكانوا يساعدوا. صحيح. صحيح. فاليوم هذا الشيء احنا ممكن نشوف الكاسة فيها جزء فاضي فيها جزء مليان. اليوم ممكن أنا أتفرج، أنا كركان دايما بتفرج على الجزء المليان. أي نعم في جزء فاضي وهذا الحكي ما بيقدر ينكره، وهذا الحكي ما بيقدر أي واحد يخبيه، ولكن أنا اليوم بتطلع قاعد على الجزء المليان. اليوم أنا كشاب مسيحي موجود في مدينة الزرقاء في إلي واجبات، في علي حقوق، وأنا قاعد بشتغل وبعمل وبشمر عن ذراعي حتى أنا أكون متواجد. واضح أنه أنت يعني إيجابي وسلوكك إيجابي وسلوكك في انطلاق نحو، بديش أقول الآخر، نحو جاري وابن عمي وقرابتي وأهلي، هذول أهلي طبعا. سكان الزرقاء أهلك وبلدهم. شو حكينا عن المبادرة اللي عملتها أنت؟ عملنا مبادرة خلال فترة كورونا. نعم. أنا ومجموعة من الشباب والصبايا في مدينة الزرقاء. نعم. مبادرة اسمها مبادرة همتنا تطوعية. هاي المبادرة بلشت، أنا عندي مكتب متواضع كنت أعمل فيه مساعدات لعدد من العائلات ما قبل كورونا، وخلال فترة كورونا لما طلعوا قرار الحظر بلشنا إنه الشباب تفزع وتعرف بدب فينا الحمية، وكان في عدد ممتاز من شبابنا المسيحيين اللي يعجبوك وفزعنا زي ما بيحكوها. عملنا هبة مساعدات للعائلات. نعم. طبعا احنا بهاي الفترة ما طلينا لا على مسيحي ولا على مسلم ولا على عراقي ولا سوري ولا اردني، اي شخص كان هو بحاجة قدرنا انه نقدم له ضمن الامكانيات اللي كانت متاحة لنا. نعم. كان في لنا جانب طبي، كان في لنا جانب تمريضي، كان هاي المبادرة، هاي المبادرة سيدنا اكرمك عليها. صحيح. نعم. يعني متى اشتغلتوا الفترة اللي احنا اشتغلنا ب 17/3/2019 اذا ما خابني التعبير، 2020 قصدك؟ 20 عفوا. نعم. وظلينا استمرينا تا خلصنا طلعنا من جائحة كورونا،
خلال الفترة هاي مرقنا بعدة مناسبات وطنية ودينية كان إلنا تواجد، نعم. سواء كانت للمسلمين أو للمسيحيين، نعم. أو كان مثلا عيد الاستقلال أو عيد الجلوس أو عيد، نعم. الجيش. كنا حتى خلال فترة عيد الاستقلال عملنا 500 طائرة ورقية كمبادرة ووزعناها على الأطفال بالبيوت حتى إحنا نشغلهم، لأنه وقتها ما كان في احتفالات بالمملكة، نعم. كانت الاحتفالات احتفلتوا على طريقتكم، احتفلنا على طريقتنا، ايوه الزرقاوية، الزرقاوية عملنا طائرات ورقية بشكل علم الأردن، نعم. وزعناها بالزرقاء، وكان في إنا عدة خلينا نقول حضور خلال توزيع الوصفات الأدوية، كان في إنا شركات مع الهيئة الخيرية الهاشمية، مع الكاريتاس، مع خلينا نقول هيئة شباب كنا الأردن، نعم. تشاركنا مع التنمية كمان، فكان في إنا وجود وحضور، والحمد لله ما حدا نخانا وقصرنا معه، والحمد لله. يعني اليوم كمان أكبر دليل على أنه سيدنا وسيدي حسين عم بدعموا هالشباب، اليوم سيدنا طلع من هالشباب اللي عم بيشتغل، والحمد لله يعني كمان أكرمنا. شو حكى لك لما أعطاك وسام؟ شو حكى لي؟ نعم. يعني الواحد بوقتها بجوز بيكون شوائي، بس قال لي الله يعطيكم العافية، جهود مشكورين عليها، وتحياتي لكم ولكل زملائك، فالحمد لله يعني الله يقدرنا كمان. احنا نردد نفس كلام سيدنا لك. انا اريد ان اعود الى دورك الكنسي في الكنيسة. الكتاب المقدس بيقول للمسيحي انتم ملح. نعم. تحس حالك ملح انت بالزرقاء كمسيحي تقدم شهادة بهذه الهوية الوطنية بنكهتك المسيحية؟ انا يعني بتحس انك انت ملح اليوم؟ ابونا مش انا اللي بحس حالي، اليوم الناس اللي بحسسوك، والناس اللي بيقدموك، والناس اللي بيرفعوك، والناس اللي بينزلوك. اليوم انا بحس حالي ملح بالزرقاء، مش لانه انا ملح ولا حلو، لا، اليوم احنا بنحس بوجودنا بالزرقاء لانه احنا خوفنا على الزرقاء، محبتنا لابناء الزرقاء، ودعمنا لجماعتنا بالزرقاء، ووقفتنا مع ابناء الزرقاء. انت عايش بالضبط بالضبط. انا زي ما بقولوها الكلمه المنيحه طالعه والكلمه العاطله طالعه. اليوم انا بطلع الكلمه المنيحه، انا اليوم عايش وموجود، يا بكون قد زي ما بقولوها الحياة وقفة عز، يا بكون واقف وماشي ومثبت وجودي، يا ما في داعي لوجودي. وأنا واحد من الناس اللي دايما بحكيها للشباب، اللي دايما بقولها خصوصا للي بيعتبر حاله أنه هو أقلية، اليوم بقول له أنت لا تظلك عبارة عن عدد، عبارة عن رقم زي رقم. ما بقولها لا تظلك تكون عبارة عن رقم، اليوم أنت موجود، يا بتثبت وجودك ما في داعي. فهذا الاشي اللي انا دايما بحكيه. اليوم انا ما بعتبر حالي اقليه بالزرقاء، مش بس ملح، اليوم انا باي مكان موجود فيه بالمحافظه، بالمدينه او خارج المدينه، ما بعتبر حالي اني انا مسيحي، لاني انا اليوم اذا بدي اعتبر حالي اقليه بجوز ما اروحش على هاي الاحتفاليه او ما اروحش على هذا المكان، لا، اليوم انا بعتبر حالي واحد من اهل البيت. والمجتمع بتقبلك هكذا طبعا اكثر؟ طبعا طبعا. اليوم البلد هاي انبنت ايد بايد، ما انبنت المسيح، نعم. لحال والمسلم، نعم. لحال. واليوم اذا بتيجي بتطلع على عائلاتنا القديمة، ابونا بتلاقي فلان امه مرضع فلان، وفلان مرضع فلان، نعم. فكلها قرايب وشبكة. بدي اسألك عن الشباب في الكنيسة. الان قداسة البابا يؤكد على اهمية دور الشباب وحضورهم. الشباب هم المستقبل. صحيح. مستقبل الكنيسة، مستقبل الأوطان، مستقبل العائلات والأسر والأجيال القادمة، هم الشباب مرورا بهؤلاء الشباب. حتى نكون إحنا شهود حقيقيين، وأنا بحكيش لأضع السؤال في مكان ضيق، طبعا. إنه أنا هذا الشاب المسيحي الذي تكتمل فيه الفضيلة والأخلاق، ويقرأ إنجيله، يقرأه ليس ليحفظ كلمات، وإنما ليكون هو إنجيل ماشي، إنجيل موبايل متحرك. بتحس إنه في جهد
لازم نعمله الآن إحنا ككنائس، كمؤسسات دينية، كرعاة، كخدام. نعم. تحس يعني أين تجد الشباب الآن؟ أبونا اليوم أنا بشوف إنه الكنيسة في 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 أمام أمر مش سهل ولا أمر خلينا نقول بسهولة. اليوم الشباب من خلال التطور اللي قاعد بيصير بمجتمعنا من خلال السوشيال ميديا، من خلال خلينا نقول الأمور اللي قاعد بتتطور بشكل سريع، اليوم في عنا بصراحة زي ما بيحكوها تحديات كثيرة. بزمان كان في عنا بعض التحديات البسيطة اللي كنا ممكن إنه نقدر نسيطر عليها. اليوم مش بسهولة، واليوم أنا بشوف إنه الكنائس لازم تتوحد وتتحد عشان اليوم نقدر ننشئ جيل قادر إنه يستمر بهاي الرسالة. قصدك يتوحدوا في النهج، يتوحدوا بالنشاطات، يتوحدوا بالفكر اللي عم بنقدمه لأولادنا. بنفس الوقت اليوم أنا الشاب أو الشاب المسيحية لازم أنا أقدم لهم، لازم أنا أعطيهم، لازم يحسوا إنه اليوم الكنيسة كمان مش بس إنه تيجي تصلي فيها. اليوم الكنيسة عم بتوفر لك فرصة عمل، الكنيسة عم بتوفر لك فكرة كيف تفكر فيها خارج الصندوق، كيف تبدع، كيف تفرغ طاقاتك ونشاطاتك. اليوم نفس أولاد الكنيسة اللي كانوا من فترة وأهليهم كانوا بالكنيسة رجعوا جابوا أولادهم، بس في ناس كثير منقطعين على الكنيسة اليوم. يعني الشغل عليه بالضبط اليوم السبب هم من أصلا بعد عن الكنيسة. بنفس الوقت ممكن يكون في سبب معين شخصي او سبب معين لبعد الجغرافي، سبب لبعد خلينا نقول ظروف العمل، سبب خلينا نقول لعدم خلينا نقول الاتصال والتواصل مع الكاهن. بتحس انه هناك غياب للاهتمام بالشباب اليوم؟ اعتقد نسبة وتناسب ابونا للشباب اللي موجودين خصوصا نعم. بالاردن يفترض انه يكون في عنا توجيهات اكبر من هيك، يفترض انه يكون في عنا كوادر اكبر من هيك. اليوم احنا لما بدنا نيجي نحكي عن الفعاليات الشبابية، اليوم احنا اعدادنا عم بتزيد مش عم بتقل، بس بنفس الوقت تطلع على الفعاليات الكنائسية اللي موجودة عم بتقل فعليا. اذا يعني خارج الكنيسة انت ترى اقبال على امور اخرى، على تطوع لأعمال شبابية طبعا وبرامج شبابية. برامج شباب صحيح، بس داخل الكنيسة بتشوفها بتتقلص. تتقلص طبعا. اليوم احنا بالكنيسة تعودنا كشاف وشبيبة. اليوم احنا لما نيجي قاعدين نتطلع برا، اليوم صار في عنا فعاليات، اليوم صرت انت تطور وتدرب وتنمي وتسقل. اعطيني امثلة اذا سمحت على الكشافة. تمام. الكشاف معروف انه موجود لما بكون في مطران ولا خوري. صحيح. اليوم الكشاف هو رسالته مش عزف ولا انه يكون موجود بس وقت التنظيم. اليوم الكشاف متواجد بالرعية طول الايام الاسبوع، ولكن انت اليوم ككاهن او كمؤمن او كقادم لحضور احتفال ما ترى الكشاف. اما الكشاف هم متواجدين بالرعية، من ابناء الرعية، هم من فعاليات الرعية الرئيسية، إلهم اجتماع دوري بكل أسبوع أو كل شهر حسب القائد أو حسب الأفراد ما بيكونوا هم متفقين مع بعض. اليوم الكشاف مش فرقة موسيقية، هاي الدعاية اللي طلعت على الكشاف. اليوم الكشاف هو عم بيؤدي رسالة بالدرجة الأولى روحية، بعدين رسالة روحية طبعا. اليوم الكشاف هو موجود عشان يخدم هيكل الرب. نعم. اليوم الكشاف موجود فيه له رسالة روحية، اليوم الكشاف في له بالضبط. اليوم الكشاف في له ثلاث مبادئ عم بيشتغل عليها. نعم. رئيسية معروفة بكل العالم، اللي هو الواجب نحو الله، الواجب نحو الآخرين، ونحو الذات. اليوم أنا عم بشتغل معاه نحو الله، نحو الذات، ونحو الآخرين، وهذا الشيء اللي إحنا اليوم عم بنحاول نسقل هذا الشاب أو هاي الفتاة حتى هم اليوم ينموا حالهم حتى يقدروا يعطوا الآخرين اللي حواليهم والمجتمع اللي معهم. فاليوم أبونا رسالة الكشاف هي مش بس طبل وزمر زي ما بتطلع الدعاية أو زي ما بشوف الناس. هو يرسل لي أحدهم يقول إجاني ملاحظات كثيرة وأسئلة، يعني إذا الوقت يسعف، إنه لا نريد أن يبقى دور الكشاف والشبيبة على أنه هم عبارة عن حاشية لهذا الخوري أو لهذا المطران. إنه الكشاف عمره مش ما كان بالضبط سي أبونا، الكشاف عمره ما كان حاشي لأيا كان.
سواء كان سيدنا أو كان خوري أو كان راهب أو مين مكان. نعم. اليوم الكشاف فيه له قانون، فيه له نظام، فيه له دستور، فيه له نظام داخلي. نعم. يعني حتى للمجموعة. نعم. يعني حتى لو القائد جاء بتوصي من الكاهن بيحكمه هو والكاهن، والقائد بيحكم قانون، قانون داخلي للمجموعة. نعم. فاليوم عمره ما كان الكشاف حاشي لأي كان. نعم. الكشاف فيه له قانون، فيه له مبادئ عم بيشتغل عليها، فيه له أسس عم ينشئ جيل عليها. أنا بكون ورسالة سعيد. بده يكملها. أنا بكون سعيد أن أرى الكشاف بالاحتفال الديني، احتفال كنسي، الاحتفال الوطني. ولكن والشبيبة، يعني أين دور الشبيبة؟ هل هم عبارة عن يعني مجموعة من الشباب، ولا بدهم هؤلاء أن يكونوا يتحركوا كالخمير اليوم؟ هاي الـ 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 اليوم أنت قبل شوي وسيلة. اليوم أنت قبل شوي قلت لي أنت ملح بالزرقة. نعم. اليوم أنا بقول كمان هؤلاء الشباب هم ملح الرعية. نعم. هم نكهة الرعية. تمام. هم الطعم الطازج ممتاز. للرعية. ممتاز. أي رعية بتروح عليها في نفس شبابي أنت بترجع لها، أنت بتجيب أولادك، بتأخذ عيلتك، تيجي بتصلي فيها. أنت أخذتني إلى حيث أريد أن أخذك. إيش اللي بتقولي لما بتشوف رعية أو كنيسة فيها نفس شبابي؟ فيها حياة. صحيح. فيها حياة. صحيح. أنا لا أتحدث عن رعية أو عن كنيسة معينة. وبتحدثش عن تجربتك بالزرقاء، تجربتك رائدة وحضورك بهي. تسلم. أنا بعرف. تسلم. أنا بتحدث ما هي، وإحنا مش جايين هون حتى نؤشر على التقصير، والتقصير مبين، لكن ما هي وسيلة حتى إحنا نجذب الشباب؟ يعني هل هو فقط مسؤولية هذا الخوري، ولا في مسؤولية على الشاب، ولا في مسؤولية على المؤسسة الكنسية؟ أين المسؤولية؟ اليوم المسؤولية الأولى أنا بعتبرها هي العائلة. العائلة هي أول مسؤولية ممكن إنه إحنا نرجع لها، لأنه هي الثقافة اللي موجودة عند العائلة هاي، إنه أنا وين بدي أودي ابني. بنفس الوقت اليوم اللي ممكن إنه يكون هو الدينامو لهذا المشروع هو الكاهن. اليوم في كهنة مع كل الاحترام إلهم بحبوا يريحوا راسهم، ما بدهم يوجعوا راسهم، بحب يصلي ويسكر باب هالدير. وفي كهنة بيقول لك لا، أنا باب الدير دائما مفتوح. نعم. وبنفس الوقت كمان اليوم في إنا كمان الرهبات هم حجر أساس ورئيسي لهاي الفعاليات. وبرجع كمان وبحكي إنه اليوم إحنا عنا كمان الوضع الاقتصادي اللي قاعد بحكمنا إحنا كعائلات موجودين داخل الأردن، إنه اليوم بجوز رب الأسرة مش فاضي يجيب أولاده على الرعية، أو الـ 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 الأم ما بتقدر تودي أولادها. فاليوم في عنا احنا عدة عوامل ممكن احنا نشتغل عليها، عدة عوامل هي تكون ظروف صعبة للعائلات، ليش مش عم بتجيب اولادها على الكنائس. سميت لي الكاهن والراهبة. نعم. شو اللي بيعملوا؟ يعني ايش بخليك تحس انه الكاهن؟ اليوم الكاهن اذا كان قريب من الاولاد بجمع اكبر عدد ممكن. هل ترى ان هناك مرافقة للشباب؟ انا بحكي على مستوى الأردن، في مرافقة للشباب؟ يعني خلينا نقول نسبة وتناسب، ما بنقدر نجزم انه في او ما في، ولكن في مبدئيا في، ولكن مش كما يجب. اليوم انا برجع وبحكي وبقول ابونا انه اليوم عدد الشباب المسيحي اللي موجود بالاردن كبير لا يستهان فيه. نعم. اليوم اذا الشباب هذولا اتجمعوا، اتدربوا، لقوا ناس بيئة تحضنهم، لقوا ناس يدعمهم، لقوا ناس يشتغل عليهم، راح نلاقي جيل كمان بالمستقبل كمان شوي. هل تحس بأن أفضل؟ هناك حالة من الإصغاء للشباب لهذا القول اللي بتحكيه؟ وين؟ بكل مكان موجود. بكل مكان. أنا يومي عم بوصلني 3-4-5 مسجات إنه وين ممكن أخذ دورة كذا، وين ممكن أقدم. لا، أنت تقول من الشباب. طبعا. لا، أنا هل هناك إصغاء للشباب؟ للشباب. يعني في ناس عم بسمع من يصلي لا لا لا. اليوم انا يعني من خلال برنامجك انا بقدم تحيه لهيئه شباب كونان الاردن، هم البيئه الحاضنه الفاتحه ايديها. عبد الرحيم الدواهر والشباب. صحيح. اليوم هم البيئه الوحيده اللي فاتحه ايديهم بكل ارجاء المملكه لكل الناس، وانا يعني من
من الأشخاص اللي عم بودي شبابنا وبناتنا إنهم يروحوا يتدربوا بهاي المؤسسة بهاي الهيئة. ليش؟ لأنه اليوم حتى كنائسنا عم بعدها بتتحفظ لموضوع 2 3 4. فاليوم إحنا يفترض فينا إنه نفكر خارج الصندوق. اليوم إحنا مطلوب منا إنه إحنا نكون سند قوي لأولادنا وبناتنا. اليوم في عنا رؤوس الأموال اللي موجودين عنا بالأردن عدد لا بأس فيه مسيحيين. اليوم أنا مطلوب منهم كمان إنهم يطلعوا على أولادنا. يا عمي ما توظفوا بس دربوا. أنا مش طالب منك توظفوا بس جيبوا احضنوا، كون أنت الأب الحنون لإله، دربوا أسخله وطلعوا خليه يلاقي له وظيفة. اليوم أي شو واحد الآلية؟ إيش الآلية اللي بتقترحها؟ الآلية حتى نكون عمليين، إيش الآلية بتقترحها لاحتضان هؤلاء الشباب؟ اليوم يعني قبل ذلك بدنا نصغي. أكيد طبعاً طبعاً. اليوم إحنا مين الجهة اللي قادرة على أن توفر بيئة للإصغاء لشبابنا؟ هسا أنت أبونا لا تحرجني كثير لأنه ما بدي أحكي أسماء. لا بس اليوم بالضبط. اليوم إحنا قادرين على إنه نعمل مجلس من أصحاب رؤوس الأموال والاقتصاديين اللي قادرين على إنهم يحضنوا كل أبنائنا وبناتنا الخريجين الحديثيين اللي بالجامعات أقل ما فيها يسقلوهم أو يدربوهم حتى لو 3 شهور مجانا. أنت بتستفيد وابننا بيستفيد حتى أنت تطلقه على سوق العمل. شباب عندهم استعداد إنهم يجوا. ما أتوقع أبونا في طالب عم بدرس 4 5 سنوات وأبوه بيدفع دم قلبه عشان يدرسه، وإذا ما كان ماخذ قرض مش هو متخرج عشان يشتغل. بس المشكلة اليوم لما الولد أو البنت بده يطلع يشتغل بنصدم بسوق العمل إنه بده خبرة 2 3. نعم. أو بروح يقول له 250 دينار. طبعا أنا بدي أحكي عن أبناء المحافظات هلا. نعم. اللي بده يطلع يشتغل بمدينة ثانية ولا بمحافظة ثانية بده يحط المواصلات. صحيح. هذا إذا كان بدخن وإذا كان بده مصروف بده. نعم. بده يرجع كمان العبء على والده. نعم. فاليوم الفكرة اللي أنا بحكي فيها أبونا، اليوم إحنا كشباب مش بس مطلوب منا إنه أنا والله بس أتغنى بالشباب وبالشباب وبالشباب. اليوم أنا مطلوب مني إني أنا أقدم حتى أنا آخذ. حتى الشاب اللي بده يطلع يشتغل وبده يطلع يحرث وبده يطلع يقدم، اليوم كمان مطلوب إنه يلاقي ناس يسمعه، يلاقي ناس يقعد معه. اليوم كمان إحنا بدنا نروح على أكثر من موضوع، إنه حتى بناتنا اليوم لما يروحوا يشتغلوا قديش في منهم بي 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 يعني بتغلبوا. ليش؟ لأنه كانوا مسكرين حالهم الباب وقاعدين بالبيت، وهذا شيء كمان معاناة لإنا. اليوم الجيل اللي طالع لازم يلاقي ناس يدير باله عليه، لازم يلاقي ناس يوعيه، لازم يلاقي ناس يأهله يدربه يسخله. اليوم عنا عائلاتنا يدوب ممشي حالها، يدوب مسلكة أمورها، حتى العائلات المحترمين اللي كان معهم شوية قروش صرفوهن. اللي درس 2 و3 ما ضلش معاه إشي. طب إذا كنا نحكي عن المؤسسة، المؤسسات الشبابية، المؤسسات الكنسية والمؤسسات المجتمعية مش عم تصغي للشباب، أين يعني تنصح زملائك وإخوانك وقرائبك الشباب إنه وين يتحركوا؟ كيف؟ إيش يتوجهوا؟ مش هم كمان لازم يحاولوا؟ طبعا اليوم في عنا مؤسسات بالبلد قادرة إنها تنمي شخصيته، قادرة إنها تخليه يفكر خارج الصندوق، يبدع ويبتكر. اليوم في عنا كثير توجه نحو ريادة الأعمال. اليوم بشوف مؤسسة ولي العهد عم بتقدم قاعدة برامج خلينا نقول جديدة علينا، ممكن إنه إن هي تساندوا. اليوم أنا بقدر أقول لشبابنا وبناتنا اطلعوا اتطوعوا، اطلعوا شوفوا أصحابكم. تطوع طبعا اليوم اطلع بفيد التطوع بصقل الشخصية. طبعا اليوم التطوع هو أساس صقل الشخصية. اليوم التطوع هو أساس إنك تفتح أي باب قدامك مع أي ناس. بدك تتعرف على الناس، إذا أنت ما تعرفت على الناس راح تظلك واقف محلة. اليوم إحنا بوقت إذا ما كان إلك معارف، إذا ما كان في إلك علاقات، إذا ما كان في إلك أصدقاء، أنت يعني راح تظلك محلك، راح تظلك محلك. فأنا اليوم بشوف إنه إحنا كشباب لازم نتحرك، لازم زي ما بيقولوها نشوف أي فرصة متاحة لنا، حتى وإن كانت لا تلبي الطموح بس بمشي فيها.
بسلك فيها أبين ما ألاقي الإشي اللي أنا بدي إياه وبطمح له. يعني أنا بأكد على الكلام اللي فضلت فيه. أنا من 20 سنة وأنا أحتضن في مركز التعايش الديني عندنا هنا طلاب من أمريكا ومن أوروبا بيجوا لهون يدرسوا في الجامعات أو في دورات يعني تقوية في اللغة العربية. ورغم أنه هو عنده برنامج لكن تجد أنه هذا الشاب قادر على أن يعني يخصص وقت حتى يجي يعمل انترنشيب وبيجي يتدرب عندي طبعا. ودربنا الكثير الكثير منهم. بتحس أنه فعلا أنه هو خلال 3 أشهر لما بيجي بتدرب عم بيكسب معرفة هائلة. وأصلا قبل ما يبلش تطوعه أنا بطلب منه أنه يكتب إيش بتوقع أنه يعمل، وبعد 3 أشهر بس يجي غادر بقول له اكتب لي شو عملت إيش 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 اكتشفت. فبتحس كم هذا. أنا يعني أؤكد على أنه نعم ما واضح أنه ما في إصغاء، واضح أنه ما في مؤسسات عندنا بتحتضن، يعني بعض المؤسسات الكنسية ما بتحتضن الشباب ويمكن حتى مش مهتمة فيهم ماشي، لكن هذا مش كافي لأنه الكنيسة مش الخوري. خلينا إحنا نوضح أكثر سيد أبونا. هلأ اليوم في اهتمام ولكن مش كما يجب. طبعا يعني هيك الفكرة أنه في بس مش كما يجب. إحنا نريد أيوة. أن نسمع بالضبط. شوف أنا هل أنا بدي أسمع منك، هل ترى أن هناك مجال يعني في مساحة للحوار مع الشباب؟ نعم اليوم الشباب هو خلينا نقول يدرك ويساهم ويشارك ويدعم وينفذ ويطبق وعلى استعداد أنه ينفذ أي شيء بيشارك فيه. اليوم الجيل الحالي يختلف تماما عن الجيل السابق. اليوم الجيل الحالي هو زي ما بيحكوها مخير وليس مسير. بالزمانات كنا احنا مسيرين، ما حداش كان يقدر يقول لابوه لا، او ما حداش كان يقدر يقول لعمه الكبير لا. اليوم لا، اليوم العيلة اذا بدها تطلع مشوار بتقسموا 4 آراء، والابو بجوز ما يمونش على ابنه اللي عمره 10-15 سنة. فاليوم انا بشوف الشباب هم بدهم بس زي ما بقولوها الشرارة الاولى حتى احنا نجمعهم، حتى احنا ندلهم على الطريق الصح، حتى احنا ننمي مهاراتهم وقدراتهم ونسقلهم وزي ما بقولوها نستغل طاقاتهم بشيء احنا ممكن نستفيد منه. البلد اليوم خلينا نقول بتمر بظروف صعبة، واحنا ابناء هاي البلد. اليوم ظرف الاقتصاد اللي موجود عندنا بالبلد مش سهل وكل ماله عم بصعب. وبنفس الوقت انا دائما بقول انه الشباب هم النفط البلد. احنا ما عندنا نفط بالاردن، شبابنا هم نفطنا. فاليوم انا شو بشتغل على الشباب، شو انا بلاقي اليوم احنا شبابنا المسيحيين معظمنا خلينا نقول بده بس يدرس جامعة ويخلص هالجامعة يشتغل شغله مرتب بيقعد ورا هالمكتب وبعدين يروحوا يطلبوا له هالبنت ويتجوز ويقعد بهالدار. اليوم احنا يفترض انه نغير هذا الفكر. اليوم احنا يا جماعة يعني مضلش انه وجود. هل تعتقد انه شبابنا في الاردن هل يدرك اهمية انه كيف يكون اردنيا؟ اعتقد لازم نعيد شوية معاني وشوية مصطلحات حتى احنا اليوم. انا ما بدي اقعد انظر، ولكن احنا اليوم لو نرجع ل10 سنوات كم واحد كان فينا بالجيش؟ كم واحد فينا كان بمؤسسات الدولة؟ كم واحد فينا كان بشركة الكهرباء ولا مياه هنا ولا بالمصفاة ولا بالفوسفات؟ اليوم شبابنا كلها رايحة على بنوك، كلها رايحة على شركات التأمين، كلها رايحة على مؤسسات خاصة، شركات خاصة
وهذا شيء حق لهم طبعاً. ولكن اليوم طب اللي قاعد بالبيت اللي مش لاقي وظيفة ليش ما راح الجيش؟ ليش الجيش جيشنا هذا إيه بتحس انه شبابنا هل هو متفاعل؟ انت تفاعلك وهذا الموضوع اعتقد اليوم انه لازم يكون في إنا تفاعل اكبر، لازم يكون في إنا تواجد اكثر، لازم يكون في إنا شغف بالامور هاي اكثر. اليوم برجع وبعيد التربية والعائلة والمسؤولية المجتمعية هي ثقافة. اليوم انا بحكي انا جزء احمل ارث لعائلتي، بقدر اني احكي بهاي الطريقة لانه اليوم انا عشرت والدي واصدقاء الوالد واحنا كنا ببيئة، بلشت طفولتي بمدينة بالحساب الطفيلة، اليوم طلعت انا كمان على الزرقاء ومدارسي بجوز انا كملت بالثقافه العسكريه مدارس الجيش، فانا بالضبط بالضبط. فاليوم انا بجوز الثقافه اللي انا فيها تختلف كثيرا عن ثقافه اي شخص ثاني، وانا بالعكس اليوم بقدر وبشوف انه كل واحد له اهتمامه، كل واحد له خلينا نقول الشيء اللي بيرغبه او الشيء اللي بيحبه او الشيء اللي بشوف حاله فيه، ولكن اليوم احنا لازم نحافظ على وجودنا، نحافظ على ما تبقى لنا من وجود في الشرق. طيب ما دام انه انت تنادي بتفاعل وحضور هذا الشاب والشابه، بتحس انه احنا شبابنا قادر على ان يكون شاهد للمسيح كارزا ببشار؟ بديش مش مبشر، بديش انه هو يعيش كرازه الانجيل، عايش الانجيل. فاهم؟ هل هناك تقصير من قبل الشباب أو من قبل الكنيسة على أن يعني تحفز الشباب على اليوم؟ أعتقد اليوم جازما إنه شبابنا واعي ومثقف وقادر على أي شيء، وبنفس الوقت خلينا نقول هم عبارة عن دينامو. الشباب اليوم شبابنا عبارة عن دينامو. اليوم أنا بشوفهم وبتلاقى أنا وياهم بعدة مناسبات بعدة احتفالات. اليوم شبابنا بس بدهم مش توجيه خلينا نقول، بس بدهم ناس يدلهم على الخير. أين يقع الإنجيل اليوم في برنامج الشباب اليومي؟ وين موجود الإنجيل؟ من كيف يعني وين موجود؟ يعني هل يعيش هذا الإنجيل؟ طبعاً هل يفهمه؟ طبعاً. اليوم الشاب أو الشاب المسيحية هم بيعيشوا بيومهم محبة، السلام، الاحترام، تقبل الآخر، نعم، التحمل، الصبر، نعم. هذا كله إحنا عم بنعيشه بيومنا. وأنا إيماننا إيماننا هذا اللي أنت عم تحكي فيه أبونا اليوم هذا عايشينه إحنا، إيماننا داخلي. اليوم انا مش عم بمشي بالانجيل وبورجيك انه انا عم بصلي ولا هذا انجيل. انت صوره لهذا الانجيل. بالضبط. انا نعم. اليوم صوره لهذا الانجيل. نعم. انا اليوم لما اطلع عدم المؤاخذه بباص وبحترم الناس اللي قاعدين بالباص، ورغم انه في واحد مسجل معلي القران وقاعد بالباص، انا احترمت الاخر واحترمت قرانه، وهذا انا جزء من انجيلي. فانا اليوم كمان لما اطلع بتاكسي وحاط قران ما بقول له طفيه، انا اليوم هذا وجودي، وهي رسالة المحبة اللي أنا اليوم قاعد بعيشها. أنا اليوم كشاب مسيحي موجود، أنا اليوم بنقل صورة الإنجيل تبعي من خلال الصفات اللي موجودة فيه. إيش أحب الشغلات عليك أنت كشاب بتحب تعملها يعني بالزرقاء، بشارع الزرقاء، بزاوية، بحي؟ صدق أنا بحب كثير شغلات بالزرقاء. أعطيني سميلي، بدي أسمع. يعني خلينا نقول الناس اللي بنعرفها اللي كل ما تمشي وانت بتسلم عليهم. نعم. المشوار اللي باخذ معك 5 دقائق بصير بده ساعة. الناس اللي بتفقدك لما يكون عندهم مناسب، وينك ليش ما اجيت؟ نعم. اللي لما تتأخر الناس يرن عليك يقول لك وينك. اليوم في كثير شغلات بالزرقاء لا تعد ولا تحصى زي ما بيحكوها. فاليوم كمان احنا حتى وجودنا بالزرقاء فريد من نوعه، مش بس انه انا برجع بعيد لك، احنا ما بنتعامل انه احنا مسيحيين. اليوم الناس، انا قعدت بمدارس الثقافة العسكرية جزء قبل ما اخلص بسنة يعرفوا اني مسيحي.
مش شرط انه انت وكبير ولا انت وصغير، اليوم هاي ثقافة، هاي رسالة انت عم بتوجهها للناس، انه احنا كلياتنا موجودين هنا واحد. شو اهم يعني في المستقبل، ايش في عندك برامج بدك تعملها بهمتنا؟ اليوم عم بفكر بانشاء ملتقى شبابي ان شاء الله راح يكون بمدينة الزرقاء، ولكن لسه ما اعلنا عنه، وراح يكون في تفاصيل راح تكون انت طبعا اول اللي عارفين عنها، لانه راح تكون قيمة ومن ضمن الاهداف اللي احنا عم نحكي عليها، هي راح تكون لجميع ابناء الزرقاء، لجميع ابناء المدينة، وان شاء الله انه نقدر احنا اليوم نكمل مسيرتنا مع الشباب والبنات، اللي هاي الرسالة اخذتها انا كركان على عادقي زي ما بيحكوها، والله يقدرني اني اكون ولو زي ما بقولوها جزء بسيط من مساعدة اي شاب او بنت انهم يوصلوا انهم يحسوا انه لهم حضور ووجود بالمجتمع، لانه اليوم احنا بنوصل لمرحلة احباط بين الشاب والبنت بعمر معين، هاي هنا بتسبب لنا المشاكل اللي قاعدة بتصير بالمجتمع. فاليوم احنا بنحاول قد ما نقدر انه احنا نلهي شبابنا وبناتنا بطريقة اللي هم يستفيدوا منها واللي يستفيد منها مجتمعنا. واليوم برجع وبذكر وبعيد كمان انه اليوم سيدنا هو قاعد زي ما بيقولوها داعم اساسي ورئيسي للشباب، عم بيحاول قد ما يقدر انه يدعم الشباب. بنفس الوقت اليوم سيدي حسين هو قاعد بيقدم مؤسسات على مستوى البلد، وبيقدم جوائز، وبيقدم قاعد بيسخر كل ما بيقدر لهذول الشباب، حتى اليوم يقدر يجمعهم، يقدر يسقلهم، يقدر يستغل الفكر اللي موجود عندهم أو المواهب، حتى نقدر اليوم نطور بلدنا، نقدر اليوم ننشئ شيء جديد ببلدنا مش موجود، لأنه كل العالم قاعد بيتقدم، كل العالم قاعد بيصير عنده السرعة بالتحديث. فإن شاء الله اليوم إحنا كمان شبابنا وبناتنا ينخرطوا أكثر بالمجتمع، يكونوا موجودين معانا. أكيد في عدد كبير أنا بعتز وبفتخر فيه وتعلمت منهم كمان، وكانوا هم زي ما بيقولوها راعيين المسيرة تبعتنا اللي أنا تلمذت على إيديهم. أنا اليوم كمان كان ناس مسؤول عني وكان ناس وصل لي الرسالة، اليوم أنا بقدم لهم هذول تحية كثير كبيرة. وفي عنا شباب وبنات خلينا نقول معروفين على مستوى البلد، يعني اليوم إذا بده يصير نشاط شبابي أو احتفال شبابي، هذولا من الناس اللي لازم يكونوا موجودين على رأس القائمة حتى نستشيرهم بأي شيء. فأنا هذول بقدم لهم تحية، لأنه اليوم هم اللي فرشوا لنا الطريق حتى إحنا نقدر نكملها، وإن شاء الله نقدر إحنا نفرش لغيرنا طريق حتى نقدر نكمل هاي الرسالة. ركان، شو الرسالة بتوجهها وإحنا نقترب من أن نختم هذا اللقاء الشبابي؟ بداية بدي أشكركم على هذا اللقاء، بدي أشكركم على خلينا نقول إعطاء الشباب فرصة أو حق بهذا البرنامج. إن شاء الله يا رب أنا أكون إيجابي مش سلبي بهذا اللقاء، ويكون في عنا نظرة ورؤية شاملة للشباب المسيحي خلال المراحل القادمة. اليوم إحنا كشباب أردنيين لازم نكون عنا ثقة بنفسنا، اليوم إحنا مواطنين درجة أولى، اليوم إحنا شو بنقدم شو بنلاقي، لازم نتحد مع هالبلد ونوقف معها بكل صغيرة وكبيرة. اليوم في عنا تحديات صعبة، في عنا إمكانيات بسيطة، في عنا ظروف بجوز ما بيعلم فيها غير ربنا، ولكن رغم كل إشي إرادة. بالضبط، رغم كل إشي لازم تكون إرادتنا وعزيمتنا قوية حتى إحنا نقدر نثبت وجودنا، نقدر إحنا نظلنا واقفين على إجرينا. وإن شاء الله يا رب ربنا يسخر ويسهل كل الظروف لأبنائنا وبناتنا، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل وأحسن علينا جميعا. وإن شاء الله كمان اليوم الكنيسة تظلها موجودة وداعمة، وزي ما بقولوها تهتم بالبشر أكثر من الحجر، حتى إحنا اليوم نكون سند قوي لهاي الكنيسة، لأنه اليوم هاي الكنيسة كمان سند قوي للأردن. واليوم إحنا ما بننسى إنه إحنا كمان في إنه مقدسات بفلسطين، اللي إحنا اليوم كمان سيدنا هو الوصي عليها، اللي إحنا كمان واقفين بظهر سيدنا ومع سيدنا بهذا الشيء اللي إحنا بنعتز وبنفتخر فيه. يعني كمان فيه. إحنا لازم نكون زي ما بقولوها
نشد من أزر سيدنا بهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع بيعنينا كمان زي ما بيعني أي مسلم القدس. بارك الله فيك. فهذا الشيء كمان إحنا لازم نطلع عليه ونفهمه منيح. اليوم في عنا ثقافة لازم نوصلها لأبنائنا ونحفظهم إياها. اليوم في عنا إرث لازم نحافظ عليه ونستمر فيه، وإحنا ملح الأرض زي ما بيحكوها، ولازم نستمر ونكون كمان نعتز بوجودنا ونعتز بمسيحيتنا ونعتز أكثر وأكثر إنه إحنا أردنيين وأولاد هاي البلد. شكراً. شكراً. يسعدك يا أبونا. شكراً. سيداتي وسادتي، هذه الجرعة الشبابية من حب الله وحب الوطن، لمسنا نكهتها في هذه التجربة الشبابية التي نراها في الزرقاء من خلال ما سمعناه من العزيز ركان الفاخوري، الذي أدرك ككثير من أبنائنا وشبابنا أنهم ملح ليس للمسيحيين، بل هم ملح للأرض، ملح مسيحي للأرض. هكذا نتعلم من أبنائنا الشباب، نتعلم منهم كيف يمكن أن يكون الإنسان قادرا على أن يبادر. الشباب هم تاج الكنيسة، وما يقوم به الشباب وما نتوقعه من الشباب أكثر بكثير من الذي سمعناه، ولكن علينا أن ندرك أننا يجب أن نفتح قلوبنا ومؤسساتنا للشباب، وأن لا يكون الشباب عبارة عن بند في خطاب لنا أو عظة. أكبر المواعظ وأهم المواعظ هي تلك التي يمكن فيها أن نقترب من الشباب بالحب والرعاية. إنهم الكنيسة في المستقبل، إنهم مستقبل الكنيسة، إنهم أيضا وأيضا إنهم مستقبل الوطن. وأن يكون الشاب أردنيا محبا للوطن، يتزين الوطن بهم، هم زينة هذا الوطن، وهم زينة الكنيسة، وهم أيضا وأيضا هم مستقبلها. نبعث لهم لكل أبنائنا وبناتنا الشباب على امتداد وطننا مسلمين ومسيحيين، نبعث لهم رسالة حب وأمل ورجاء. إنهم الإيجابية. شكرا على إيجابيتك. شكرا. وإلى لقاء في حلقة قادمة مع موضوعة جديدة قد تكون قريبة من قضايا شبابنا. إلى ذلك الحين أتمنى لكم مساء طيبا. إلى اللقاء.